يقول لك بكره ماتش سموحه هتحصل مصيبه. يعني هو الوحيد هيشتموا اللعيبه عشان يتغلبوا عشان يجي. انا بحذر اللي هيقرب من النادي يتحمل المسؤوليه. تاني دي بلد فيها جيش فيها سلطه فيها مسؤولين فيها رئيس جمهوريه محترم فيها اجهزه سياديه في البلد، والراجل انت غيرك قرب من بوابه النادي. النادي ده فيه اطفال وفيه سيدات، بدل ما انت عملت ايه ده؟ تعالى احضر الجلسه معانا كده. انا جاهز، انتوا شايفين جايب علبه 30 ورقه، الف سلامه على حضرتك، قررت 40، ومع ذلك ايه؟ ومع ذلك ايه؟ عشان انا يعني عايز اعرف رضيت مين انا شخصيا؟ ما انا قلت انا هشوفه فيديو هينزل بعد شويه عامله انا امبارح. القصه مش قصتي، هو انا بجيب بزود الجماهير وانقل الماتش من برج العرب لاستاد القاهره عشان تشتموا الناس؟ يقول لي اللعيبه ايه الظروف اللي تلعب فيها دي؟ ايه الظروف؟ ايه ده؟ دول جمهور؟ على جمهور الزمالك كده؟ دول بقى هم كشفوا نفسهم، دي عصابه حسين لبيب، ده كده البيان اللي عامله حسين لبيب. طب استخبى شويه. ده ليه معنى واحد، انك انت جزء من العصابه. تمام؟ البيان اللي بينزله زفت الدين وهباب كلهم، يعني هم كلهم 15 واحد. تمام. وهتشوف البتاع. انا بقول للراجل فيهم ينزل الانتخابات. تاني عايزين ترجعوا الزمالك تاني 100 سنه ورا؟ ايه اللي صحيني النهارده بدري عشان اجي احضر الجلسه؟ عليك طلبت ان الجمهور ينزل بعد الماتش. ينزل قدام النادي. لا ما انا بقول لك ممنوع. اقول الجمهور ينزل. لا حضرتك طول الوقت بتحذر، يعني بحذر من نزول الجماهير. انت عارف مش الجماهير، مش جماهير الزمالك. انا لما فتحت النادي للجماهير بحذر من لعيبته الالترا. هو طبعا الالترا في جزء منهم بقى محترم ومؤدب وعامل كده بصراحه. الجزء الثاني بقى بتاع سيد مشاغب هو اللي بيعمل الافلام دي كلها. تمام؟ يا ابني هو ده اللي حابس سيد مشاغب. سيد مشاغب اتحبس عشان ضرب ضابط على كوبري 6 اكتوبر بالنار، ضابط الشرطه. هو ده اللي حبسه. سيد مشاغب محبوس علشان حرق بتاع القاهره ولع فيه. بالك؟ ده انا اللي نشدت الدوله قلت لهم اذا كان سيد مشاغب ربنا هداه طلعوه. مفيش مشكله، لكن واضح ان هو اللي معاه لسه يعني. الحمد لله الحاجز الحفل اسبوع نصف الاسبوع، واتمنى ان شاء الله في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي ان ولادنا يقدموا مباراه محترمه. وخلي بالك انت دلوقتي بتلعب ناقص يجي سبعه لكن مفلوس. ايوه انت هتكلمت في الموضوع ده انا قلت وسجلتهم في الموضوع ده. سبعه نوفر الولاد يعني نشتمهم ولا نقف معاهم؟ نقف معاهم. انا زعلان من ولاد كتير فيهم طبعا، بس اذبحهم قبل الماتش والدوري شغال وعندك مسافر ليبيا. وبعدين اللي عمالين يتكلموا عن ماتش ليبيا الجزائر، مش ده برضه الفريق اللي انتوا قعدتوا تقولوا كل الاعلام فريق جامد ثلاثه دوري ورا بعض، تسعه منهم في المنتخب المحليين، ده كله حصل. يعني فريق جامد اهو. طب لما هو بقى يجيب 1-0 تاني، يجيب 1-0 بضربة جزاء مش صحيحة، وأنا في نفس الوقت ليه ضربة جزاء صحيحة ما تتحسبش؟ بدل ما تقول احنا وراكم، هو فريق الزمالك اتغلب أجوان ولا ضرب ضربة جزاء؟ ضربة جزاء مش صحيحة. بدل ما يقفوا ورا الولاد ويقولوا لا وتعوضوا ولسه 5 متوشه وربنا يوفقكم، لا شتيمة وقلة أدب. وأمير هو مش عايز يرجع، قال لا مش هرجع، أنا مش هتمشي. هتشوف فيديو هينزل دلوقتي على الصفحة.